بيوم 12 ألقى القبض على الرئيس صدام حسين يوم 12 وتم عرضه يوم 13. موضوع يعني اللي يشيع انه ضربت المنطقه بالغازات المنومه موضوع ما له اصل ولا له صحه. نقل الي من محافظ صلاح الدين الله يرحمه اللواء ركن عبد الله جباره، اكد لي انه من خلال القوات الامريكيه احد القاده تحدث له، والقائد هذا شارك بعمليه الاعتقال ما اللي يسموه الامريكان الفجر الاحمر، عمليه الفجر الاحمر. يقول بعد ان تم القاء القبض على الرئيس ويعني من المكان اللي كان فيه وهو ملجا يعني محصن ضد القصف، الرئيس ما قبل يصعد يعني ويا الامريكان بالطائره البلاك هوك. يقول فنادوا على المفرزه الطبيه وحقنوه ابره مخدره يعني ماده مخدره وصعد وياهم. طبعا المعلومه لازم يعني اوضحها للمشاهد الكريم انه الرئيس سبق وان تمت مداهمه هذا المكان مرتين قبل هاي المداهمه، والرئيس كان في نفس المكان ونجا يعني نجا من الاعتقال، لكن هذه المره لانه كانت وشايه تم القاء القبض. بس هي حقيقه خدروا نعم. القوات الامريكيه خدروا ولكنه لم ينقل خارج العراق. اختلفت بعض الروايات اللي يشكك انه وجوده، لا نقل الى احد القواعد العسكريه الامريكيه خارج العراق. وعندما كنا نقابله، عندما كنت اقابله بيوم اللي اخبر الجانب الامريكي يعني اطلب منهم تحريريا عن طريق الايميل والعنوان اللي اعطوني اياه، بعدها بسبعة ايام الله تجي الموافقه. فكان الشك انه اذا موجود داخل العراق ماكو داعي لهاي المده طويله. بس انت تاكدت من هالمعلومات لاحقا على ما يعني في مؤخرا يعني نعم. في السنوات الاخيره نعم. نعم. لانه في معلومات بكتابك عن اللي قاله هو شخصيا لك نعم. تختلف عن هذا عما تقوله الان نعم، بخصوص تخديره وبخصوص نقله الى خارج العراق. يبدو من خلال حديثه معك كان متاكد من انه هو لم يخدر ولم ينقل الى خارج العراق. لا خدر هو، والدليل بيوم اللي طلعوه يوم 13 عرضوه يعني كان زوغان العينين واضح جدا مخدر. يعني كان وضع غير طبيعي، وحتى يعني وسائل اعلام يعني اجنبيه اكدت انه كان مخدر واضح جدا. كان لم يذكر لك شيء عن هذا الموضوع عن نقله إلى الخارج؟ نقله ما كان يعرف لأنه لاحقا فيما بعد يعني من كنت أجلس وياه ونقلت لأحد الأطباء العراقيين مقيم في السويد، أنه قال لي أوصف لي وضعه، قلت له إيده اليمنى كانت ترجف. قال لي إيده اليمنى غير إيده اليسرى، إيده اليسرى معناتها أكو خلل يعني يتعلق بالقلب أو أي، ايد اليمنى يعني معناته كان يعني يعطى سموم وبطريقه بطيئه جدا. وكان هذا المتوقع لانه ميلوزوفيتش تم تسميمه. سلوبودان ميلوزوفيتش. سلوبودان ميلوزوفيتش. يعني تم تسميمه. الرئيس يعني كان يبعث رسائل لاسرته. فتحرينا على هالموضوع انه كانت الرسائل تسحب منه بدون علمه. يعني كان يخليها بجيبه ويعطى عصير قبل يوم. أو بنفس يعني قبل زيارتي له بساعات يعطى عصير ويتم أخذ التقاط الرسائل دون علمه.